موجز الرابعة من إنفوجرات. أهلا بكم. طالبت غرفة التجارة النمساوية VKE بإنهاء شرط الكمامة في جميع مرافق التجارة بما في ذلك محلات السوبر ماركت والصيدليات، حيث قال رئيس قسم التجارة أن إنهاء متطلبات الكمامة هي خطوة طال انتظارها، وعلينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس. حيث تؤدي الطفرات الحالية فيه إلى إقامات أقل في المستشفى مقارنة مع سلالات كورونا الأصلية، كما أضاف أنه هناك حاجة هائلة للحاق بالركب في العديد من قطاعات التجارة النمساوية من أجل ضمان وجود الشركات على المدى الطويل، وبالتالي الوظائف والازدهار، وبالتالي نهاية متطلبات الكمامة يمكن أن تساعد. بعد الإبلاغ عن 150 حالة إصابة بالسلمونيلا في أوروبا منذ بداية يناير 2022، قامت الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء بكشف 6 حالات من السلمونيلا في شوكولاتة فيريرو كيندر شوكولاتة في النمسا، وذلك قبل عيد الفصح مباشرة، بعدما تم سحبها على مستوى أوروبا لبعض الحلويات من فيريرو التي تم تصنيعها في بلجيكا. وقد أظهر تحليل أجراه مركز الصحة المرجعي للسلمونيلا إصابة 6 أشخاص في النمسا بين يناير ومارس، من بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 أعوام بنفس سلالة السلمونيلا، وقد تم سحب جميع المنتجات من المحلات، كما تنصح السلطات الصحية بعدم تناول المنتجات المشتراة تحت أي ظرف من الظروف. فتحت مبادرة Speak and Place التي أطلقتها مدينة فيينا العام الماضي للعزف في شوارعها السكنية باب التسجيل حتى 19 من أبريل تحت شعار City Tech، ليتم الترويج للفن والثقافة والعمل الجماعي بطريقة مرحة، ولتشجيع الموسيقيين على استخدام أقرب الشوارع كغرفة تدريب عامة في الهواء الطلق. وستتم جميع العروض بدون مكبرات صوت حتى لا يكون هناك تلوث ضوضائي للسكان، وستختار المبادرة أولئك الذين يمكنهم ممارسة مهاراتهم أمام جمهور حي في مايو ويونيو في فون سيمر أند فون شتراسة المفروش من قبل المبادرة، مع كراسي وطاولات وكراسي الاستلقاء. حكم على أوكراني ثري يبلغ من العمر 38 عاما بالسجن 9 أشهر بتهمة الابتزاز أمس الثلاثاء، بعدما هدد طالب يبلغ من العمر 17 عاما بسكين في مرأب للسيارات وطالبه 5 يورو مقابل تكلفة تذكرة وقوف السيارة، وذلك لأنه شعر بالذعر، وذلك ظنا منه أن شخصا ما قد سرق منه 30,000 دولار في مكان سكنه، لهذا أراد الهروب. يذكر أن الرجل كان قد فر مع عائلته من أوكرانيا ومعه أموال طائلة إلى النمسا، ويدعي الأوكراني أنه يكسب 30,000 دولار شهريا. ولقد حكم عليه بالسجن 9 أشهر، شهر منها إلزامي والحكم نهائي. تستطيع مع إنفوجراد الوصول لأكثر من 2,000,000 متابع في النمسا شهريا. من خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوجراد شريك النجاح.